جبهة هوائية باردة وأحوال جوية غير مستقرة في عموم مناطق البحر الأحمر الساعات القادمة، تفاصيل بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. إذن تبدأ جبهة هوائية باردة بعبور شمال منطقة البحر الأحمر تدريجيا مع ساعات مساء وليل الأحد على الاثنين، وتنتشر كميات من الغيوم الرعدية الركامية على منطقة خليج العقبة وأيضا شمال البحر الأحمر ومنطقة تبوك بشكل عام، على أن تشمل هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي سريعا مناطق جديدة تشمل كل من مدينة جدة، رابغ وينبع خلال ساعات صباح يوم الاثنين. تفاصيل أكثر نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة، حيث تقترب كتلة هوائية باردة من شرق البحر الأبيض المتوسط تترافق مع هذه الجبهة الهوائية الباردة التي تبدأ تأثيرها على شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة ومنطقة تبوك اعتبارا من ساعات مساء يوم الأحد. تتزايد تأثيرات هذه الحالة من عدم استقرار الجو مع تعمق هذه الجبهة الهوائية الباردة مع ساعات ليل الأحد على الاثنين، لتكون الأمطار الرعدية واردة في عموم منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الجوف، واعتبارا من ساعات صباح يوم الاثنين ومع تحرك هذه الجبهة الهوائية الباردة أكثر داخل شبه الجزيرة العربية يتوقع أن تنشأ أحوال جوية غير مستقرة أيضا في وسط البحر الأحمر تشمل كل مدينة ينبع رابغ وأيضا مدينة جدة. تتزايد تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال ساعات نهار يوم الاثنين في وسط البحر الأحمر، في حين تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة أيضا في منطقة تبوك الجوف الحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة. خلال ساعات مساء يوم الاثنين وليلة الاثنين على الثلاثاء تأثيرات الحالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر في وسط البحر الأحمر، تبقى الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار على كل من مدينة جدة، مكة المكرمة، رابغ وأيضا ينبع وصولا حتى أجزاء من غرب منطقة الرياض وربما تصل حتى العاصمة الرياض لكن بتأثيرات أقل شدة. أيضا تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء في المنطقة الشمالية تحديدا الحدود الشمالية أجزاء من حائل وأيضا حفر الباطن، في حين تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس ويستقر الطقس هذه المرة على منطقة تبوك أجزاء من الجوف وأيضا شمال منطقة المدينة المنورة. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء غالبا صافية مع 11 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 10 درجات الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. توقعات الجوية لباقي أو للعاصمة الرياض لثلاث أيام القادمة: يوم الاثنين 25 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغر 16 درجة مئوية مع بدء وصول تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجو على شكل زخات من الأمطار. يوم الثلاثاء 27 درجة مئوية كحرارة عظمى مع أجواء غائمة جزئيا، أما الصغرى 15 درجة مئوية. يوم الأربعاء 27 إلى 14 درجة مئوية. بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية يوم الاثنين نبدأها من تبوك: زخات رعدية من الأمطار 20 إلى 6 درجات مئوية، زخات من الأمطار في كل من سكاكا وعرعر، سكاكا 19 إلى 10 وعرعر 17 إلى 7 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة: زخات من الأمطار 23 إلى 16، زخات رعدية من الأمطار في جدة 32 إلى 23، مكة المكرمة 33 إلى 22 مع أجواء غير مستقرة، وزخات رعدية من الأمطار ونفس الأجواء في الطائف مع 22 إلى 12 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية: زخات رعدية من الأمطار أيضا في الباحة مع 16 إلى 10، أما أبها وجازان تستقر الأجواء وتنتشر بعض كميات من الغيوم بدون فعالية مع 20 إلى 13 في أبها، أما جازان 30 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الدمام 21 إلى 15، حفر الباطن 23 إلى 13، والإحساء 22 إلى 14 درجة مئوية مع أجواء صافية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 25 إلى 16، بريدة 25 إلى 12، وأجواء غير مستقرة في حائل مع رياح نشطة وأتربة مثارة مع 21 إلى 17 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.